ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاب ويا اللي تاب. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. عملت كله علشانك. امال الصندوق هيعمل معاك ايه وانت نايم؟ واخداه يونسني ويدفيني. طب مش الواجب برضه تقولي لي انا اجي اونسك وادفيك انت والصندوق؟ والله صدقني اول مره اعرف. بقول لك ايه يا ماما، انا قلت لك قبل كده وبقولها لك تاني وتالت ورابع، انا مش هتجوز واغلط نفس غلطتك واروح اخلف وبعد كده جوزي يرميني انا وعيالي. من كلامك عن اللي اسمه نيم ده شكله كده مرتب ترتيب شيطان، عارف يبلف البيت ويحطها زي الخاتم في صباعه وخلاها تساعده لحد ما ضرب ضربته. ومش اي ضربه عدويه،
وضربه في مقتل. الصندوق ده بتاع ناس ما بيرحموش. اوعى تسيبني لوحدي. اوعى يا بابا. انا محتاجه لك قوي. واخد الصندوق ورايح على فين يا غنيم؟ انت صحيت يا مرايا؟ مش كنت تكملي نوم احسن لك؟ يا ابن الكلب يا واطي، بقى بتغدر بيا انا بعد كل اللي عملته علشانك ده؟ وطي صوتك، انت دورك لحد هنا وفنيته انتهى. ده انا هلم عليك الناس وافرج عليك الناس. صباح الخير يا مرايا. مين؟ انا سعيد ليش يا ابو نمر. خش. ايه اللي جابك دلوقتي يا سعيد يا اخي؟ اللي جابني ايه؟ جاي اطمن عليك واشوفك عملت ايه مع الموزه امبارح. يا نهار اسود منين؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي عملته ده؟ مصيبه. عمرها جه كده وكلنا هنموت يا سعيد. كلنا هنموت الموته دي؟ ايه ده غنيم؟ هو انت كنت ناوي تخلع بالهبره لوحدك ولا ايه؟ عيب يا جدع. انا اعمل كده؟ انا كنت اسهل موزه وهي نايمه واخد الهبره واجي لك نقسم ونشوف خن جديد. لكن هي صحيت بقى اعمل لها ايه؟ وانت فاكرك لو هي نايمه وصحيت ولقيتها كورت في 60 داهيه كانت هتسيبك؟ لا، كانت هتروح تبلغ البوليس ولا كانت تروح للنغه والغندور، دول كانوا قطعوها حتت بعد ما قلت معاهم. هنعمل ايه في المصيبه دي يا عم غنيم؟ بقول لك ايه؟ الشقه دي باسمي، اسم سيد ريشه، ها؟ المصيبه دي انا هلبسها. ما اتفقناش على كده يا عم غنيم؟ تستهدى بالله يا سيد وما تسيحش بقى، ما تسمعش الناس. وبعدين انا مش ممكن اسيبك، احنا الاثنين في مركب واحد. حد قال لها تصحى بقى وتعمل السبع رجاله في بعضهم؟ بقول لك ايه؟ اسمعني كويس. المصيبه دي هنتويها في حته وناخد الهبره وتدار انت في مصيبه تاني. لغايه لما الدنيا تهدى طلع الهبره نقسم وكل واحد يروح لحاله. ماشي يابا؟ الله ينور عليك يا ابو السيد. انا عينيا ليك. ده انا هبغددك اخر بغدده. وفي اكتر من كده بغدده يا عم غنيم؟ ده انا من ساعه ما عرفتك وانت مبغددني اخر بغدده. بقول لك ايه؟ انا اقول لك كلمتين بس تحطهم حلقه في ودنك. ماشي؟ لو قليت بيا ولا عملت كده ولا كده مش هيحصل لك كويس يا عم غنيم. أنا الموزة ولا النغة ولا سيد ريش؟ ها؟ من الآخر كده خلينا ستر وغطى على بعضينا يا عم غنيم، أحسن لي وأحسن لك. ماشي؟ عيب السيد ما تقول لي أنا الكلام ده عشان أنت ما تعرفنيش. أنا أكتر حاجة أكرهها في حياتي الخيانة. أنا لا يمكن أخون صاحبي أبدا. ما أنا عشان عارفك كويس يا شر خلق الله خايف منك. خش شوف لنا بطانية خلينا نلف فيها الموزة دي ونروح نتويها قبل ما النهار يطلع علينا. يلا نلم الجثة ونرميها. نلم الجثة ونرميها. حاضر. يا
عارف حصل لي ايه من ساعة ما شفتك. ايه ها؟ عينك. ابعد عينك عني شوية اللي هتاكلني بيهم. يا ريت نقدر. مش عارف كل ما بعدهم بيرجعوا تاني. هو الجعير اللي اسمه غنيم ده كان بياكلك ليه بعينه؟ ما تسأل عن الدبال يا اخوي. أنا مالي؟ ما تنرفزنيش يا ميرفت. أصل الصراحة كلامك يغيظ. أنت محسسني إن غنيم ده من طرفي أنا. مش أنت يا أخويا اللي بترموا لنا الأشكال الضالة ديت؟ وترجع بقى تقول لي عمل وما عملش. أنا مال أهلي إذا كان بص لي ولا ما بصليش. العربية بتاعتنا سيد. العربية بتاعتنا مهروشة والحكومة قطراها. يعني انا اخد تاكسي ولا ايه؟ لا صرفت في عربية تانية اهي. وافتح. اسم فوق اسم فوق. هنا سيد اركن هنا يا عم. الصحراء واسعة ترميها في اي حتة. هنا الحتة دي كويسة؟ اه زي الفل. لسه فيها الروح. الو بلغ الاشاره. ايه بتقول ايه؟ انا اتخدت في رجلين يا غنيم والبوليس زمانه هرشنا دلوقتي. يا عم اهدى بقى. والمهم فكر لنا هنتوا فين. انا عارف انك مش هتغلب وهتعرف تتصرف. اقف اقف يا عم. ايه اقف يا عم؟ في ايه؟ اقف. زمان الحكومه رشقت المكان وعارفة اوصاف العربيه ونمرها كمان. انزل. طب هنعمل ايه؟ انزل يا عم. هنعمل ايه طب يا سيد؟ هنتنين نمشي على اخر الطريق لغايه لما نظهر في اي حته وناخد اي عربيه تانية. يخلص بقى. يلا الله يخرب بيتك وبيت اللي يمشي معاك تاني يا اخي. يلا انت لما تشوف الهبره مش هتقول كده. ايه اللي حصل؟ في ايه طارق؟ هي فين دلوقتي؟ هي مين؟ طب اسبقني انت على هناك وانا هحصلك على طول. سلام يا معتز. طارق في ايه؟ عيش المرجله اصلا.
فكريني يا اسطى. وين النظام؟ مكان بقى ولا الجن الازرق يعرف ان احنا هنا. امان يعني يا سيد؟ يا عم امان الامان، دول كلهم ميتين. تعالى بس. تعالى يا عم غنيم ما تقلقش. انت ايه متوتر ليه كده؟ خد بالك يا عم غنيم، المكان هنا تقدر تقول عليه بقى ايه؟ شرح ماشي، برح ماشي. اه ما هو جاي. ايوه يا اخي، ما تخفي ايدك شويه يا اختي، الدنيا ما ضلتش. سيد صباح الفل يا اطعم خان الله. خش خش. تعالى يا عم غنيم، خش بالليك اليمين. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخوي. يخرب مطنك يا واد يا سيد، بس يا اخويا الساعه دي بتقول انك جاي وراك مصيبه. وحشاني يا اطعم خلق الله. ما تشوفش وحش يا عنيا، وده يطلع مين ده كمان؟ عدو ولا حبيب؟ محسوبك غنيم عشماوي العنتيل. انت هتتنحنح لي يا اخويا ولا ايه؟ يلا حصلوني على جوه. جوه احسن من بره يا عم سيد. انا بقول كده برضه. اتفضل يا عم غنيم، بيتك ومطرحك. ريح. هو في ايه يا سيد؟ مفيش يا حبيبتي. يا عسل، كنا طمعانين كده ان كنا عندك كام يوم يا اطعم خلي الله. بقول لك يا سيد، مش شايف يا اخويا ان الدخله الناعمه بتاعتك دي بتقول ان وراك بلوه مسيحه ولا ايه؟ جرى بنت مالك في ايه؟ ده انا سيد ريش بتاع الحب كله حبيته فيك. هو انت يا اخويا تاكل بقالي حلاوه ولا ايه؟ طلباتك الليله ورقه بمدنا وزيها للاكل والخدمه. ليه يا روح امك؟ قاعدين في الشقه بتطلع على طلعه المروتيه؟ خلاص يا حالتها، ما تزعلش نفسك قوي كده يا عنيا. روح يا اخويا لطلعه المريوطيه بلبط فيها. خلاص يا سيد، اللي تأمري بيه يا ست الشربات على عنيا ليك. صاحبك ده يا سيد راجل مجده، مش زيك ميت على الدنيا. ده حيط امك بعيد عن ده بالذات. ده لا حبيب ولا زبون، ده لسه مريح واحده الا نادي بيدور على التانية عقبال عندك. ايه؟ مريح واحده؟ ازاي يعني؟ على القبله. اتفضلي دول يا ست شربات، دول تحت الحساب. وما تدقيش على كلام سيد، هو بيحب يدش على الفاضي. وانت هتقول لي على سيد؟ ده انا عجناه وخبزاه، ده ريشه وطايره في الهوا. يا ريت كمان يا ست شربات تستغلنا لقمة ناكلها اللي واقعين من الجوع. بس كده من عينيا الجوز، انت تؤمر. وتيجي تلم ألاقيلك وتكن في مكان قريب. ماشي يا عسولة؟ ماشي يا سيد، ما تخافش عليا يا اخوي، الحبايب عندي كتير ومش هغلى، هقضيها عند اي حد فيهم. ما انا عارف برضه ان انت مش هتغلبي. يا ريت يا ست شربات ما حدش يعرف ان احنا هنا في الكام يوم اللي احنا قاعدينهم. من ناحية دي يا اخويا اطمن، من عينيا الاتنين. لو الأموات اللي تحت الأرض خدوا بالهم، الأموات اللي فوق الأرض ولا يحسوا بيكوا ولا يعرفوا عنكوا حاجة. أنت تؤمر يا عسل، بالإذن أحضر لكم أحلى لقمة. بالسلامة يا أطعم خلي الله. إيه يا عم غنيم موضوع العسل ده؟ ها؟ ما أنت شايف الفال، تقول لك أموات فوق وأموات تحت. آه فعلاً، فال 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 فعلاً. أقول لك يا عم غنيم، إحنا هنكن هنا لغاية لما العين تغفل علينا خالص. هنكن بس مش كتير. أنا عايز أطلع أصرف الهبرة دي عشان عايز أعيش يا سيد، وهيعيشك معايا. هبغددك أبو السيد. حبيبي حبيبي يا عم غنيم يا أجدع خلق الله. صباح الفل يا أختي. صباح الورد على عيونك يا بت. كنت جايلك والنبي. خير يا اختي؟ سمعت ان جايلك ضيوف، ده صح؟ هو مفيش حاجه في المخروبه دي بتستخبى ولا ايه؟ وتستخبى ليه يا حبيبتي؟ لو ضيوفك عاملين عامله ولا ايه؟ اسكتي يا بت واكتمي واقفلي بقك خالص يا اختي. هما ما شافوهمش، هما بيسرقوا. هيشوفوهم وهما بيسيحوا لبعض ولا ايه؟
خلاص يا اختي اديني كتمت اهو، بس برضو مش هسيبك الا لما تقري وتعترفي بكل حاجه وعلى رواق. وانا يا اختي اخلص منك طبعك ولا هتشتريه؟ حشريه وزنانه. يلا يا اختي قدامي على الحوش بتاعك. يو هتأنسيني ولا ايه؟ اي اختي هأنسك حبتين لغايه الضيوف اللي عندي ما يخلعوا، ولا عندك مانع لا مؤاخذه؟ لا يا حبيبتي ده انت تشرفي وتأنسي وتنوري الحوش كمان. طب يلا يا اختي. اتفضلي يا حبيبتي حوشك ومطرحك يا اختي. بقولك يا بنت يا مادة أمر يا عسل. عايزاك يا اختي على ما اعمل لهم لقمه ياكلوها تروح الحوش عندي تلميلي كده شويه هدوم على شويه غيارات واللازم منه وتجري على طول. الله 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 بقى ده ضيوف شكلهم مطولين يا حبيبتي. جرايه يا بت انت مالك انت مطولين ولا مقصرين يا اختي؟ خفي يا رحمك. حاضر بس على كده بقى يا حبيبتي دفعوا لك قرشين كويسين يستاهلوا انك تسيب الحوش بتاعك وتعزلي. ايوه يا مقروسه وحينوبك يا اختي من الحب جرب ما تخافيش. ومن غير اي حاجه يا حبيبتي خيرك سابق. طب بقول لك ايه يا بنت لما تروحي انا مش عايزه لوكلوك كتير مع الضيوف، خليهم قاعدين عندنا حبتين عشان نعرف نمصلح من وراهم اي حاجه، فاهمه؟ حاضر يا حبيبتي ضيوفك هم ضيوفي وراحتهم وجبه برضه. وبعدين بقى في سيغونيم اللي عامل زي القطط بسبع ترواح ده كل مره يفلت مننا في اخر لحظه. ايوه بس المراقبه الجديده جابت نتيجه كويسه خرجت غنيم من مخبأ. ما هو هرب. الله اعلم بقى هيظهر تاني امتى. اكيد هيظهر مره تانية. قول لي وشاهد الشروق دي عرفته بتاعت مين؟ بتاعت سيد ريشة صاحب الغرزة اللي في المحاجر. سيد ريشة طبعا هرب زي ما غنيم هرب للأسف. بس رجالة المعمل الجنائي موجودين دلوقتي في الشقة بيعملوا اللازم، هيكتبوا تقرير ويبعتوه لنا. قول لي كلمت شريف وسارة؟ كلمت سارة زمانها جاية. وشريف؟ شريف قافل تليفونه. يعني ايه قافل تليفونه؟ تلاقيه مكسوف من الموقف اللي حصل امبارح وخايف يورينا وشه. ايه التهريج ده؟ هو شغل عيال؟ ما كلنا عندنا بلاوي. ما انا سايب حماية في المستشفى تعبان ونورهان معاه وجيت اشوف شغلي. ايه ده بجد؟ سلامته الف سلامة. الله يسلمك. ده غير بقى ان شركته اتسرقت كمان. الشركة كمان اتسرقت؟ اتسرقت ازاي دي؟ مش عارف يا معتز. بقول لك ايه؟ عايزك تشوف لنا مين من زمايلنا ماسك الموضوع ده عشان اتابع معاه لو سمحت. طبعا وهو ما ينفعش تبقى انت جوز بنته وما تقفش جنبه في موقف زي ده. خلينا في اللي احنا فيه يا معتز. توصل لشريف يا كده يا شوف استقالته على مكتبه يقعد في بيته. خلاص بقى طارق اهدى انت بس مالكش دعوه بموضوع شريف. انا هتصرف معاه. والست اللي جوه دي عايزين نفهم ايه علاقتها بغنيم وصاحبه. انا ما اعرفش ليه هم حاولوا يقتلوها وتخلصوا منها. انا كل اللي اعرفه بيانات الرقم القومي بتاعتها. اسمها ميرفت السيد بسيوني عوضين، ساكنه في 11 شارع الازهار المريوطيه الهرم، متجوزه من اكرم عبد الواحد زيدان. يا دكتور ايه الاخبار؟ الست دي اتكتب لها عمر جديد، لو الطعنه كانت اعلى ب 3 سنتي كانت صابت القلب. طب احنا نقدر ناخد اقوالها امتى يا دكتور؟ مش قبل 3 4 ايام على ما تتحسن حالتها وتقدر تتكلم. عن اذنكم. اتفضل. اتفضل. بقول لك يا معتز، نعم. عين لي عليها حراسه مشدده لحد ما تفوق وناخد اقوالها. حاضر. وتجيب لي جوزها ده اللي اسمه اكرم عبد الواحد زيدان. هو ده. انا هروح البيت اغير واطلع المديريه الاقيه قدامي حالا. هبعت له قوه تشده. انا متفائل يا معتز، حاسس ان احنا هنمسك اخيرا في خيط مهم يوصلنا للتشكيل العصابي ده. اسمها شربات رجعت تاني يا عم غريم. بقول لك هنا امان الامان. طب بطل الراجل وروح شوف مين. حاضر. ايوه ايوه يا عم اصبر. العافيه عليك. الله يعافيك. اتفضلي اموري. الست شربات معتره خد لها هدمتين وغيارين. هو لا مؤاخذه في السؤال، الغيارين غير الهدمتين؟ الاثنين شبه بعض يا اخويا. وماله، خش خد اللي انت عايزاه يا الطف خلق الله. يزيد فضلك. وماله، خش يمين في يمين وحضاني عندك كده بقى. هوبا. انت مين يا موز؟ محصلتك مجد. ماشي يا مجد. بالاذن بقى لم الغيارات. لم يا اخي لم. مش بقول لك يا عم غنام امان الامان. يا مخبئك الطريه ابو السيد. عيب، ده احنا معانا قطره خلق الله. بالاذن هساعدها في لم الغيارات. ايه ده؟ هو انا اقف اتفرج على الغيارات بتتلم ولا ايه؟
ايه ده بابا؟ انت بتعمل ايه؟ ايه؟ هلبس هدومي وخارج. خارج؟ يعني ايه خارج؟ يا بابا حضرتك تعبان، عارف يعني ايه تعبان؟ يعني ما ينفعش تتحرك حركة واحدة بس. يا بابا أرجوك بلاش عند، حتى العند في المرض. عند ايه وكلام فارغ ايه؟ ما أنا قدامك أهو زي الحصان. زي الحصان ازاي بس؟ مش عارفة أقول لك ايه. يا بابا كلام الدكاترة عن تعبك قلقنا عليك قوي. دكاترة ايه؟ الدكاترة دول ما يفهموش حاجة، اسأليني أنا. بعدين قولي لي الجدع ده اللي انت متجوزاه اسمه طارق ده ولا اسمه ايه؟ فين هو؟ جوزي جاله تليفون مهم اضطر يروح المديرية، بيقولوا في حالة طارئة. يعني مش وسابنا؟ طبعا، ما هو الواطي يفضل طول عمره واطي. يا بابا كفاية قوي، طارق فعلا بيحبك، كان ميت من الرعب عليك طول الليل، بس جاله تليفون مهم قال هيخلص كل اللي وراه وبعدين يروح المديرية ويرجع تاني عشان يطمن على حضرتك. يا سلام، وانا هفضل قاعد كده مستني الباشا لما يجي بقى، مش كده؟ يعني ايه؟ انا مش قادرة افهمك. بابا انت ناوي على ايه؟ انت تصرفات حضرتك اليومين دول كلها مفاجآت. مفاجآت ايه وزفت ايه؟ الله، انا لازم اروح المجموعة اشوف المصيبة اللي حصلت هناك. يا بابا ملناش دعوة بالمجموعة دلوقتي، صحتك، انت راجل تعبان يعني لازم ترتاح. طبعا، انت همك ايه؟ ما انت عايشة كده سفلقة وخلاص. اه الايده في المية مش زي الايده في النار. يا بابا أرجوك عشان خاطري لازم ترتاح، أقولك نكلمهم في التليفون ونطمن ونشوف إيه اللي حصل. تليفون إيه وزفت إيه؟ تتجننتي؟ أنا لازم أروح المجموعة أشوف اللي حصل إيه بالظبط. طب يا بابا حاضر، اللي أنت عايزه هنعمله، بس الدكاترة يشوفوك ويقرروا ويشوفوا حالتك ويكتبولك على خروج. خروج إيه ودخول إيه؟ مين ده اللي يديني خروج ودخول؟ ده حياة الدكتور بيشتغل عندي وأنا صاحب المستشفى، أدخل فيها وأخرج زي ما أنا عايز، ما كانش عاجبه يتكل على الله. كريم ازاي؟ يلا روح اتصل بهاشم خليه يجي يوصلك وبعدين يطلعني على المجموعة. يلا اخلصي على ما اغير هدومي. خلاص بس اهدى اهدى اهدى، اهدى. الله يخليك يا بابا انا خايفة عليك عشان خاطري. هتكلميه ولا اكلمه انا؟ هكلمه حالا هكلمه حالا. اتفضل حضرتك. ايه ده؟ ايه ده علم ده؟ ده ابو مرجان وياقوت. احمدك يا رب. يا ابن الهرمه يا غنيم، ده انت ما توقعش الا واقف فعلا. ايه ده؟ ده انت مش غنيم حسماوي، ده انت علي بابا يا جدع. لا وانت الصادق، انا الاربعين حرامي في بعض. صدقتني بقى لما كنت بقول لك هبغددك. ايه رايك في الهبره دي، تستاهل ولا ما تستاهلش؟ ايه اللي تستاهل؟ دي تستاهل وتستاهل وتستاهل يا عم غنيم. معقوله؟ معقوله يا غنيم؟ ده احنا نبقى اغنى خلينا يا جدع. عايزين نشوف حد مضمون نصرف عنده البضاعة دي. شوف. بس بشرط يكون تقيل وبيفهم عشان يقدرها مظبوط. بص يا صاحبي، أنا أعرف ناس كتيرة شغالة في الحاجات المسروقة، بس ما أعرفش بقى شغالين في الحاجات العلوي ولا لأ. لا يا معلم لا، إحنا مش عايزين نجرب ونخبط والهبرة تروح مننا، إحنا عايزين نعرف السكة الصح عشان ندق على الباب المظبوط. بص يا عم غنيم، احنا نهدى شويه كده لغايه لما الجو يروق، وبعد كده نشوف السكه الصح اللي نصرف فيها الهبره، وان شاء الله ربنا يرزقنا بحد يقدر ويقدر. ماشي الكلام ابو السيد، انا كده مش قلقان، طول ما انا نضيف يبقى ربنا هيرزقنا باذن الله. طول عمرك ابن حلال مصفي يا شر خلق الله. بعدين في ايه طيب؟
هو في ايه؟ والله ما انا عارف، ده البوليس كان هنا كانوا بيدوروا على واحد اسمه اكرم، ولما سالنا ايه الحكايه اقول لك عايزينه في مديريه الامن. مديريه الامن؟ ربنا يستر على الجميع يا رب. اتفضل يا معتز بيه، اتفضل. ميرسي جدا، شكرا. انا مش قادره افهم هو عامل كده ليه؟ ده قافل على نفسه الاوضه من امبارح، مش راضي يفتح لحد. يعني ايه قافل على نفسه ومش راضي يفتح لحد؟ احنا محتاجينه في الشغل ضروري. انا مش قادره اعرف هو مكبر الموضوع كده ليه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان البنت ساره دي؟ دي في الاخر بنت سول. يا فندم مفيش داعي للكلام ده، احنا مش عايزين نعقد الموقف اكتر ما هو متعقد. حضرتك ممكن تقولي لي شريف فين وانا هتكلم معاه؟ اتفضل يا معتز بيه، بس يا رب يرضى يفتح الباب. اتفضل يا حضرتك. شريف، شريف يا حبيبي. قلت لك مش هفتح الباب، 100 مرة قلت مش هفتح الباب، سيبيني في حالي بقى مش قادر أتكلم. شريف افتح يا شريف، أنا معتز. شريف افتح، أنا عايزك في حاجة ضروري. أنت يا ابني بتفتح بقى. لا لا لو سمحت حضرتك، استني حضرتك هنا سوا. إيه بقى اللي أنت عامله ده؟ والله معتز بيه ما كانش في داعي تيجي بنفسك لحد هنا. أنا كلها كام يوم وكنت بس هروق وانزل الشغل تاني. يعني إيه تروق وتنزل الشغل؟ أنت ليه مكبر الموضوع أكبر من اللازم؟ يعني يا فندم بعد كل الإحراج اللي حصل قدامك ده وبتقولي برضه مكبر الموضوع؟ ده أنا بقى شكلي زي الزفت قدامكم وقدام سليمان بيه كمان. وبصراحة كده أنا ماليش وش أجي الشغل. سوء تفاهم وهيتحل. وبعدين إحنا عارفين إن أنت مالكش أي ذنب في اللي حصل. يا معتز بيه، والدتي احرجت ساره زياده عن اللزوم، ده غير ان الله يكرمها خلت شكلي قد السمسمه. يا سيدي من ناحيتنا احنا كلنا احنا مقدرين، اما بقى من ناحيه ساره فهي خدت حقها تالت ومتلت من والدتك، وبعدين طلعت اجدع منك، جت الشغل النهارده الصبح. معلش يا معتز بيه عافيني، كام يوم كده لحد ما الموضوع ما يهدى ويبرد ويتنسي، وبستسمحك تستذلي طارق بيه في الموضوع ده. اذا كان طارق هو اللي بعتنا عشان اجيبك. ليه يا فندم خير؟ هو ايه اللي حصل؟ ليله امبارح حصلت بلاوي، القضيه بتاعتنا ولعت وطارق عايزنا كلنا نبقى موجودين في المكتب. ياه للدرجه دي؟ بقول لك ايه، انت هتقعد ترغي معايا؟ يلا قوم البس هدومك وبعدين نكمل حوارنا في العربيه، يلا قوم. حاضر يا فندم، بعد اذنك. يلا روح شوفي ساره. يعني مش هتيجي معايا ومصمم برضه تروح المجموعه؟ وبعدين معاكي بقى، ما خلصنا من الكلام ده هنناقشه تاني. خلاص خلاص بالراحه بابا عشان خاطري صحتك. روح بس عشان خاطري بلاش تتاخر. لا يا ست مش هتاخر، انا هطمن على المجموعه وارجع على طول. بابا خد بالك من نفسك، انا بحبك وماليش غيرك. حاضر يا حبيبتي. ما تتاخرش. ماشي. اطلع المجموعة يا هاشم. ما كنت سمعت كلام الهانم وريحت النهارده يا باشا. جري يا هاشم، انا مش ناقصك انت كمان. يلا بقولك اطلع المجموعة. أوامرك يا باشا. صباح الخير يا طارق بيه. ايه يا سي شريف؟ هنبتدي نتدلع بقى ولا ايه؟ والله لا دلع ولا حاجة، بس حضرتك عارف يعني اللخبطة والظروف اللي حصلت. ظروف ايه؟ ما كلنا عندنا ظروف. نسيب شغلنا بقى ونحبس نفسنا في البيت؟ بقى احنا شغالين شغلانه ما بتعرفش يعني ايه ظروف. صح ولا لا؟
على فكرة أنا جبت الجدع اللي اسمه أكرم، جوز البنت اللي غنيم كان عايز يقتلها. طب اركنهولي على جنب، أنا عايز أحقق معاه بنفسي. ما احناش لاقين جوكر ولا